السؤال كان بيقول ايه الفرق بين اليوزر ريبيتيشن بوليسي والساين ان ريبيتيشن بوليسي. احنا قلنا الفرق ان مايكروسوفت بتركز في اليوزر ريبيتيشن بوليسي على اليوزر نيم والباسورد. لو انت جايني بيوزر نيم او باسورد صحيحه، حضرتك هتدخل على الخدمه اللي انت داخل تحصل عليها. لكن لو انا شكيت في الكريدنشال الخاصه بيك، انا هعتبرك مستخدم محفوف بالمخاطر. بينما في الساين ان ريميديشن بوليسي، مايكروسوفت بتركز على سلوكك اللي انت جاي بيه، مش بقى اليوزر نيم والباسورد. لا، انت جاي من لوكيشن unfamiliar، من اي بي مجهول، من ديفايس مصاب. الريسك اللي احنا تناولناها في فيديو رقم 10 واتكلمنا عليها باستفاضه شديده جدا.